السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نخليكم تضحكوا شويه مع الاعلام ديال الكراغيله، ولكن قبل نردوا على بعض المغالطات اللي حاولوا يعطيوها في هذا الفيديو هذا. اول حاجه بغا يبدا بها مقدم البرنامج هو انه بعدا يدير واحد المناوره حول الشرط اللي حاطه المغرب، وكيسال الضيوف ديالو قال لهم بان المغرب قال خصنا نوجدوا له طياره باش يجي، ولكن صاحبه ما مشاش معاه في الخطه. قال له لا ودي، المغاربه عندهم طياره، شوف عندهم المسائل ديالهم، هما طالبين شرط اخر، باغين رحله مباشره، هادشي اللي طالبوا المغرب. ولكن علاش خلونا حنا وقالوا الكاف، وكل ما خرجوهاش الاعلام قالوها بيننا وبينهم. دابا هما حطونا في واحد الموقف كما درنا عن بنو خيبن، قبلنا غادي يضحكوا علينا، ما قبلناش غادي يحطوا لنا نقطه سوداء في التنظيم ديالنا، وهذه هي الخطه اللي بغى يدير المغرب ونجح فيها وكذا. وهذه الحمد لله من اللي عقشي، الحمد لله اللي عقشي وعيك معاك هذوك الناس اللي راسين. دابا غادي نجاوبوا على فريد معطاوي. وفريد معطاوي انت بعدا واش تركي فرنسي؟ هذاك الكماره ديالك ماشي ديال شمال افريقيا يا حبيبي، قلنا واش انت هكا ولا هكا؟ واش انت تركي ولا فرنسي؟ قلتي بان القجاع دار لكم اشهار وشكرا ليه وبيبه وكذا، وهذه ودار لكم الاشهار اللي ما عرفتوش انتم ديروها للشان، جا دارها لكم فابور. ايه واش هذا تاكيد على انكم دوله فاشله، بوبليسيتي للشان ما عرفتوش ديروها. وكيف ما درنا لقطر، سرقنا منها الاضواء في كاس العالم، احنا نسرقوا منكم الاضواء في هاد الشان عاوتاني. دابا احنا حطيناكم اني خيرتو كيف اختاري، كيما درتي غنضحكوا عليك. ايه واش انت منظم وحنا نديروا الشهر عليك، وانت بعظمه لسانك اكدتي بانكم ما عرفتوش ديروا حتى بوبليسيتي للشان، جا فوزي القجاع دارها لكم، وقلتي علاش خلاو احنا ومشاو صيفطوا للشرط. علاش انا نمشيو للكاف؟ علاش نجيو عندك انت؟ انت عا بلد محتضن، حنا كنهضروا مع الجهه اللي منظمه، شكون اللي منظم؟ الكاف هو اللي كينظم. علاش نهضر معاك انت؟ انت عا جهه محتضنه وعاطين واحد الصوره كبيره للشان، هضر على الشان اصاحبي. واش عارف شكون البطل ديال النسختين الماضيتين؟ المغرب. ومع ذلك حيدنا هذا المنتخب المحلي، علاش؟ لانها بطوله فاشله، هادشي علاش عطيناها لدوله فاشله تنظمها وتحس هي براسها راه كاين. اولدي راه الشان هذا بطوله فاشله، انتوما عاطينها واحد الصوره وباغين تبينوا بان المغرب نظموا في 2018 وخرجوا من القاموس ديالهم، ما كانش كنعترفوا به. تعطينا شي حاجه كبيره، تعطينا شي كاس العالم للانديه اللي غننظموها دابا، تعطينا المنافسه على كاس العالم في 2026 نافسنا الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك، 2006 نافسنا المانيا. قطر الاخيره خسرت الاموال كبتيره باش انها تروج الاسم ديالها، وجا المغرب سرق منها الاضواء. اسم ديال المغرب اللي تروج في قطر ما تروجش لقطر براسها. ها فين خصك تبين الاسم ديالك؟ انت جاي باغي تبين في الشان، انت شكون اللي مسوق الشان؟ انت المغرب لا شارك عيشارك معك قبل المنتخب ديال اقل من 23 سنه، انت من شان؟ وهاد الشان اللي بطوله فاشله شاركتي فيها مره واحده، هاد الشان هذا اللي كنقول لك بانها بطوله فاشله تعطات لدوله فاشله تنظمها باش تحس براسها راه كاين، شاركتي فيها مره واحده. هاد الشيء كياكد بانك منتخب محلي لا علاقه. وانا نخلي لك هاد السؤال هذا، بحث على شكون الدوره الاخيره اللي تنظمت في الكاميرون، شكون اللي ما خلاكش تمشي تشارك؟ سير بحث شكون اللي سلخك ب3-0 وما خلاكش تمشي تشارك في هاد البطوله ديال الكاميرون. جاي انت تفرع لنا راسنا بالشان يا ودي، راه بطوله فاشله واخر دوره هي هادي، سالا هاد الشان هذا. فانت باغي تستهزئ من القجع، اجي نستهزئوا بك بعدا حنا نضحكوا عليك شويه ونسالوك تجاوبنا واش الاصل تركي ولا واش من الفصيله ديال الكراغيله ولا ديال شي قوري حازق. وغنختموا معاك بانك قلتي ما كاينش بند قانوني كيقول بانك خصك تجيب طائره مباشره، يعني زعما القجع غيجا وكذب ملي صيفط للكاف وقال لهم انا خصني البند اللي عندكم في ضيف شهر التحملات توفروه ليا، جا وكذب. اذا كان ما كيناش ما تقبلش، قول شنقريحه ما يقبلش، الرئيس ديالكم الفعلي في الجزائر قول له ما يقبلش، اذا كنا حنا كذبنا قول له ما يقبلش باش نطبعوا لكم. هاي عندك السي فريد معطاوي، نخليكم مع الفيديو نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. حتما تسارع الاحداث قبل انطلاق مسابقه شان هنا بالجزائر، نسمع عن بعض الشائعات حول تخلف ذلك المنتخب ومقاطعه منتخب اخر ومطالبه منتخب التنقل الى الجزائر ويشترط طارق طائره خاصه استنادا لقانون ما. كخبير قانوني، هل فعلا يوجد قانون يعني بخصوص الرحلات من والى البلد المنظم؟ لا، الرحلات تاع المنتخبات هي على عاتق الاتحادات الوطنيه الى حد الان، ما كانش اللي يطلب هذه على عاتقهم، عندهم هما يعني لا بريزونساج تاعهم هنا يعني على مستوى الايواء والاكل. احنا قلنا كل منتخب عنده حق 30 شخص، ولكن الترونسبور يعني النقل على عاتق الاتحاد، ولكن حنا نروحوا للبيت القصير يعني وين راك جاي يعني في سؤالك. هنا كاين بلد ما طلبش رحله خاصه، ما طلبش باش حنا نوفروا له طائره، بما انه قال انهم عندهم ناقل
وهي يعني سي لا كومباني تاعهم تاع بلادهم. هو يطلب فتح المجال الجوي الجزائري، مع ان اليوم المجال الجوي الجزائري مغلوق على الطائرات المغربيه. هما هذا هو واش طلبوا، فتح المجال الجوي. طلب حسب ما راني عارف يعني ما قدموش مباشره الجزائر، قدموش اللجنه المنظمه الاتحاد الجزائري لكره القدم. الطلب جوزوا عليه عن طريق الكاف. انا نظن ان يعني كما كاين نستعمل الكلمه بالفرنسيه بار ديسونس، بار ديسونس اخلاقيا، اخلاقيا ومطلب للبلد هذا اللي راهي منظم نهار يرفض لك واحد الكاف، طلب للبلد اللي هو ينظم هذا التظاهر، طلب منه نهار يرفض لك اذا كان شفت عندك الحق تروح للكاف، روح للكاف. نعاود نولي لك تراش اليوم ما على بالناش واش كاين في الاتفاق المبرم بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم. الاتفاقية هذه ما على بالناش واش هو المحتوى تاعها ولا البنود، ولكن انت تروح مباشرة للكاف يعني تجوز عن طريق الكاف باش تقدم الطلب هذا اللي يعني اللي ما يتبعش هذه الاحداث ويسمع لي مرة أولى يقول لك راهم قدموا طلب رفضوا لهم ومن بعد راحوا شكاوا للكاف. هذه هي يعني راحوا شكاوا للكاف، هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال الوحيد في هذه. أما يقدموا طلب كانوا قادرين يقدموا طلب مباشرة. الوزير قال 24 ساعة سيتم الرد، الوزير سبق قال ولكن لطلب اللي جاء من عند الكاف. صح أنا قلت لك يعني أخلاقيا طلب يجي مباشرة للإتحاد الجزائري لكرة القدم. وهما يعني راحوا جازوا على الكاف. على كل حال هذه ولا حبيت يعني قراءتي انا وتحليلي انا انها يعني مبرمجه ومخططه، برمجه ومخططه. هما يعني للاسف احنا تسرعنا يعني في الرد اولا على قرارات المنظمه على 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 قرارات يعني تاع الاتحاد ولا كما يسميوهم الجامعه، وين في بعض القرار قال لك حنا ولا ما نمشيناش بطائره مباشره من الرباط الى قسنطينه، فهمت؟ ما نشاركوش. هو هذا مستخرج تاع قرارات المكتب التنفيذي، هما المكتب التنفيذي هذا داروه غير على النقطه هذا، مزدهم بعض النقاط واحد اخرين على البطوله تاعهم والدعوه، ولكن هما داروه على النقطه هذه. تسمى هما حابين يجيبونا نلعبوا في ميدان الله غالب احنا مشينا لعبنا فيه، حابين يجيبونا نلعبوا في ميدان الله غالب احنا مشينا لعبنا فيه. انا مثلا مكان اخي رشيد وكالي كنت نقول احنا لحد الان ما جينا حتى طلب في هذا الصدد، وحنا كي جينا طلب في هذا الصدد هناك جهات معنيه في الدوله الجزائريه هي اللي تخطط القرار، مش احنا كلجنه منظمه ولا حتى الاتحاد ولا حتى وزاره الشباب والرياضه اللي ياخذوا هذا القرار. هذا قرار سيادي، هذا قرار سيادي كاين اللي دخل في القرار. ولكن نروح انا مباشره نقول لك باللي ما نعطيكش افيون بريفي، هو ان با دوموندي ان افيون بريفي، هو قال لك عندنا ناقل، هو قال لك فتح مجال جوي. قلت لك يعني للاسف هما داونا نلعبوا في تيران قطره، هما كيخرجوا بهذه الخرجه، كيخرجوا بهذه الخرجه غدوه الدوله تاعنا تسمح لهم باش يدخلوا بالطائره تاعهم المجال الجوي الجزائري. راه واش راح يستعملوا هما؟ يبداو ديجا هما في لي زوسيو تاعهم في وسائل التواصل الاجتماعي هم نربحنا هما، فهمت؟ هم افتحوا لنا المجال الجوي، ترفض لهم واش يبداو؟ يقول كيفاش ولا هذا البلد ينظم كان 2025، هو يرفض المنتخب مشارك في الشهر باش يدخل لبلاده، فهمت؟ هما هذا هو يعني الهدف تاعهم. انا قراءتي يعني قراءتي لقراءتي الشخصيه سانونغاج كوموا، هما يعني الجامعه المغربيه لكره القدم ورئيسها، انا هو الرئيس هو اللي يقرر في كلش ورئيسها، الهدف تاعهم كان هذا كان هذا. وكانوا قادرين يقوموا بارساليات سريه واحد ما يسمع بهم، بارساليات سريه سواء للكاف ولا مباشره للاتحاد الجزائري لكره القدم ولا مباشره للجنه المنظمه للشان، واحد ما يسمع بهم.
واضح رشيد رجراج مصطفى. ماذا تحدثنا في العدد السابق عن أوغندا والكاميرون وأشرنا أيضا للمغرب، هي بعض الأخبار تؤكد اشتراط المغرب التنقل عبر طائرة خاصة إلى قسنطينة، بعيدا عما يقال هنا وهناك، هل هي محاولة فقط للتأثير والضغط على الجزائر والمغرب؟ بين هذا وذاك سوف يشارك في الدورة، بدليل ما قاله اليوم رشيد وكالي بأن المغرب سيشارك وبصفة رسمية في شان. شوف، الأرض المسقية بدماء الشهداء يدخلها الا الناس الانقياء. انا الناس هذو راهم يخترقوا في المشاكل وراهم يروجوا بعض المشاكل لاضعاف اولا الجزائر وكذلك لزعزعه وعدم نجاح هذه الدوره. نقول لك انه اكيد انه الضرب ربما ماهوش للشان، هو لتنظيم كاس امم افريقيا ويختلقوا ويخترعوا المشاكل اللي شفناها خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة من جانب المخزن. أنا أتكلم على الشعب كشعب، لأنه الشعب كشعب خاصة اللي يحب الجزائر يبقوا على راسنا وعلى عيوننا، لكن نتكلم لك على المخزن، وهذا الإنسان هذا دائما يحاول ضرب استقرار البلد، ضرب استقرار المؤسسات، وضرب استقرار الشعب ككله، لأنه دورة مثل هذه وجاء نجي ما نجيش، نجيب طياره خاصه ونهبط في قسنطينة ونهبط في الجزائر، يعني هو راهو يدير شروط تعجيزيه باش يكون. انا نقول له غير ما تجيش، انا نقول له غير ريح وراك. الجزائر هذه قلت لك دماء مسقيه بدماء شهداء يدخلها الا الناس الانقياء. احنا نعرفوا هذا الرجل هذا شتم وسب حكم القطري في بلده، وما شفناش الفيفا تحركت، ما شفناش المكتب التنفيذي للفيفا، ما شفناش الهيئات العليا لكرة القدم تتحرك. شفنا هذا الإنسان كذلك في مباريات الفريق تاعو مع تيبي موزمبي، شفنا ما حدث، شفنا أنه كان هناك إمبلانت من هذا الفريق هذا ضد الفريق تاعو، كانت هناك محاولة رشوة، لكن كتموا كل هذه المشاكل هذه وسكتوها وبداك اللي ما صرا والو. لكن تشوف هذا الإنسان هذا دائما يحاول يضرب استقرار الجزائر. لازم نقول له الجزائر كبيرة عليك، تطلع تهبط الجزائر كبيرة عليك مهما تحاول تخلق المشاكل. واضح مصطفى مزا. طبعا وبخصوص الموضوع، هناك مراسلة من الجامعة المغربية لكرة القدم للكاف بخصوص طريقة تنقل المنتخب المغربي إلى الجزائر. هناك تصريح لوزير الشباب والرياضة أيضا عبد الرزاق صبقة قال فيه أن الجزائر ستجيب على طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في غضون 24 ساعة القادمة. كما أكد أيضا رشيد أوكالي اليوم أن المغرب أو أي بلد إفريقي سيلقى الترحاب الخاص به في الجزائر. كان فريد مطاوي بغض النظر عن كل ما يحدث، الجزائر وفية لعاداتها وتقاليدها ترحب بالجميع دون استثناء. بطبيعة الحال عباد، يعني المثل يقول إذا غاب المشوش ساد الهدوء في القسم. أنا أقول على المعلم أن يهذب ذلك المشوش ويدخله القسم. لماذا؟ اليوم يا عباد نحن نتحدث على مصطفى ورشيد، تحدثا منذ قليل وقال لك بأن مشكل الشان بين قوسين هو يعني قلة الترويج. لا لشيء سوى لأن مثل ما قال رشيد، أنا أضم صوتي لصوته، من المفروض أن يعني تسند كل هذه يعني الدورات أو الأحداث الكبرى إلى جهات مختصة في الماركتينج وفي الترويج وفي التنظيم وما الى وفي استقبال الوفود وفي يعني النقل وما الى ذلك، مثل ما يحدث في يعني اكبر الدول التي تشرف على اكبر التظاهرات. لذلك يا عباد انا اشكر اولا المغرب لدي شيء سوى لانها استدركت ما عجزنا عنه يعني في الترويج. المغرب يروجون للشان بطريقه جميله وجميله جدا، بدليل ان اليوم كل الافارقه وحتى ربما تعدت القاره الافريقيه ينصتون لما يحدث في هذه الدوره عن طريق الاشقاء المغربه. شكرا، يعني اين هي الكاميرا؟ شكرا للقجع على انه يعني يقوم بعمل جبار في الترويج لهذه الدوره. عوده الى طريقة ترويجه لب دعوة رشيد رجراج. رشيد رجراج قال لك نحتاج لترويج لهذه البطولة. هو روج ما استطاع ترويجه. إيطو أيضا نشكره بظهرنا على ترويجه للشان، وعلى أوكالي أن يكافئوا هؤلاء عندما يحضرون إلى الجزائر، يكافئونهم وعلى الأقل يعني بهدايا رمزية نظير ما قاموا به لهذا الترويج. أقول يا عماد بالنسبة لهذا طريقة ترويج لقجع للشان،
ليس هناك أي بند قانوني واضح في القضية موضع الحديث، ليس هناك أي يعني نص قانوني يقول بضرورة فتح المجال الجوي لأي وفد ينطلق إلى البلد المضيف لأي شيء، سوى لأن هناك خلط بين السياسة والرياضة. غلق المجال الجوي الجزائري في وجه الملاحة المغربية يا عماد، هذا قرار سيادي أخذته الجزائر على عاتقها وهي ماضية في تطبيقه، ولا أي يعني لا يستطيع لا لقجع وهو دمية المخزن في هذا الإطار، لا تستطيع الدمية يا عماد أن تفرض على القائد والقبطان مثل ما اختاروا تسمية اللي هي التميمة، نحن يعني قبطان، والدمية لا تستطيع أن تفرض على القبطان يعني شروطها. لذلك يا عباد أنا من وجهة نظري الخاصة مثل ما كان يقول رشيد، المجال الجوي الجزائري الذي غلقته السلطات الجزائرية بقرار سياسي لا علاقة له بالرياضة يبقى في المجال السياسي. وعندما ذهبت يعني ذهبت المغرب إلى الكان مثل ما قال رشيد، من المفروض أن الإرسالية تكون في شكل تظلم، والتظلم يأتي بعد أن تراسل الجهات المختصة وترفض تلك الجهات، ثم أذهب لأتظلم عند الحكم الفيصل بيننا هو الكاف. المغرب لم يقم بهذه الخطوات، وعلى الجزائر أن ترجع الدمية إلى هذه القوانين. يعني ربما لقجع أراد أن يقول لك أنا قوي، أنا نروح ديرك للاتحاد الإفريقي، لكن هناك أخلاقيات في المراسلات والتعامل. على الجزائر أن تعيد تلك الدمية إلى نصابها، يعني ترد على الكاف بأننا لم نتلقى ولا طلب من الجهات المغربية بضرورة فتح المجال، إلى أن يحدث ذلك سوف نجيب هذه الجهات. ويعني في نهاية المطاف القرار السيادي تأخذه السلطات الجزائرية وفق ما يعني تراه يعني يتوافق مع سياستها التي انتهجتها. لذلك يا عماد لا يجب أن نتوقف عند هذه الخزعبلات الدميوية. نحن ماضون في تنظيم هذه الشان. مصطفى قال كلام جميل وأنا قلته في الحصة الماضية، الشان يعني نحن ماضون في تنظيم الشان. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.